ضمن احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، افتتح المدير العام لقوات الدرك الفريق الركن توفيق حامد الطوالبة في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي سواقة متحفا خاصا لقوات الدرك يؤرخ لمسيرتها في الأردن. وألقى المفتش العام لقوات الدرك العميد الركن عبد الكريم العقيلي كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى عظمة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، البيت الذي توارث أبناؤه الشرف العربي الأصيل جيلا بعد جيل، حتى آل إلى جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين فارسا من فرسان بني هاشم الغر الميامين. وعرض المفتش العام خلال كلمته التطور التاريخي لقوات الدرك في ظل الهاشميين منذ تأسيس الإمارة في عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول، وحتى إعادة تشكيل قوات الدرك حديثا برؤية ملكية حكيمة من جلالة الملك عبد الله لما في ذلك من مواكبة لمتطلبات العصر ولتحقيق أعلى درجات الأمن للمجتمع الأردني، مشيرا إلى أهمية علم التوثيق لحفظ الإبداع الإنساني وتوثيق الأحداث التاريخية في ذاكرة الأمة. وتجلى ذلك واضحا في متحف المديرية العامة لقوات الدرك، والذي يشتمل على المئات من الصور والوثائق النادرة والتي تؤرخ لمسيرة قوات الدرك منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا. كما وشارك الفريق الركن الطوالبة في احتفالات المديرية العامة لقوات الدرك بيوم الشجرة، حيث قام بغرس أشجار الزيتون في محيط مركز التدريب التخصصي سواقة. سياق متصل وتجسيدا للرؤى الملكية السامية الداعية للاهتمام بذوي الشهداء والمصابين العسكريين العاملين والمتقاعدين، قام المدير العام لقوات الدرك الفريق الركن توفيق حامد الطوالبة بتكريم عدد من ذوي الشهداء والمصابين العسكريين، مؤكدا أن هذا التكريم لذوي الشهداء والمصابين العسكريين هو مكرمة من مكارم القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للذين دافعوا عن أوطانهم وأعراض وأموال الأردنيين. أهنئ جلالة الملك بعيده العيد الميمون إن شاء الله، وأتمنى أنه دوام الصحة والعافية، وأشكر الدرك وعلى هذا التكريم اللي عملوا للشهداء والمصابين، واتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة لشهدائنا ان شاء الله شهداء الوطن. وفي مدرسة تدريب قوات الدرك الكفرين رعى الفريق الركن الطوالبة تمرينا امنيا نفذته تشكيلات مختلفة من قوات الدرك، اشتمل على عدد من العروض لمهارات الرمايات والقتال في المناطق المبنية وحفظ النظام. أظهر من خلالها المشاركون مستوى عاليا من الحرفية واللياقة البدنية العالية في تنفيذ التمارين الأمنية. حضر التمرين عدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة.